توسيع شبكة أسواق الخضر والفواكه بالجملة بخلق فضاءات تجارية جديدة من بين التحديات التي تواجه الوزارة الوصية، خاصة بعد إحصائها لعدد ضئيل جداً للمتعاملين الخواص في هذا المجال. عوائق حالت دون مضاعفة عدد المتعاملين الخواص في مجال نشاط بيع الخضر والفواكه بالجملة، على رأسها توفير العقار. يا حبذا الوزارة تدير دفاتر شروط يعني للمستثمرين باش يستثمرونا في المساحات الكبرى لي غروند سورفاس لا غروند ديستريبيسيون، يعني باش يعني المواطن يستفيد، يعني يستفيد من لان لا غروند ديستريبيسيون هذه واش توفر المواطن، توفر له السعر الجيد. من بين العوائق اللي يعني كما نقولوا اللي تقابل المستثمر في هذا المجال نتاع الاسواق الكبرى يعني لا غروند ديستريبيسيون المحلات الكبرى، هي قضيه العقار. يعني السادة الولاد في الحقيقة راهم يعني ما همش ماشيين كثير في هذا المجال هذا، احنا ماذا بينا مثل هذا المستثمرين نوفروا لهم يعني أماكن أفضل، ولازم يديروا استثمار يعني وفق المواصفات العالمية. احنا للأسف أن ما عندناش مستثمرين، يعني ما عندناش مستثمرين في هذا المجال اللي هو مجال مهم جدا، وهذا اللي ألح عليه معالي الوزير، يعني ألح على الاستثمار في يعني في القطاع الخاص في تنظيم الأسواق، يعني حتى في يعني خلق فضاءات تجارية ذات طابع خاص. نقائص تقابلها وعود وزير التجارة بتحسين الوضع ومرافقة المستثمرين مستقبلا قصد تطوير النشاط التجاري في هذا المجال. إذن هذه بداية محتشمة لانتشار أو لخصخصة أو لإعطاء هذا المشعل للخواص، لأن تنظيم الأسواق من المفروض أنه يمشي إلى الخواص لأنه عمل استثماري، عمل تجاري، أننا حابين أننا ندعموه ونرافق كل المستثمرين. اليوم فيه ثلاث نماذج ناجحة في الاستثمار في خلق فضاءات التموين والتوزيع وفضاءات أسواق للخضر والفواكه للبيع بالجملة. كذلك الحكومة عازمة أنها ترافق كل مستثمر خاص يريد الاستثمار في هذه الفضاءات، لأنه مش ممكن أن الدولة تبقى تمشي هي تنشأ الأسواق، مش ممكن، مش يعني مقبول أننا مازلنا ننشأ، مازلنا في عقلية سوق الفلاح. وهو ما يساهم في تطوير وتحديث الشبكة التسويقية، سيما بخلق أقطاب اقتصادية جديدة في وقت تفكر الحكومة في إقامة شراكات وطنية وأجنبية مربحة في هذا السياق الاقتصادي.